عائلة أردوغان فساد وإرهاب وقتل وأموال مشبوهة. في صبيحة 17 من ديسمبر عام 2013 استيقظ الأتراك على هذه التسريبات التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المعارضة. أردوغان وعائلته يخططون على عجلة من أمرهم للتخلص من أموال مشبوهة بما يقارب 30 مليون دولار، مع تكشف فضائح الفساد الكبرى التي طالت كبار المسؤولين وقتها، ليتبين أن تركيا باتت أمام تنظيم أسري فاسد يجمع بين السلطة والمال، ومعها سقطت هالة التواضع الكاذب، واكتشف المواطن أنه خدع لسنوات طوال في مقولة لطالما رددها أردوغان بأنه رئيس من الشعب، بينما تملك العائلة مشروعات ربحية عدة وثروات طائلة لا تخضع لأي رقابة أو مساءلة. باختصار ممكن نقول على فضيحة الفساد الكبرى في تركيا اللي حدثت عام 2013 هي أكبر فضيحة شهدها النظام التركي، ونقدر نقول على إنه هذا العام هو أسوأ عام لحكومة رجب طيب أردوغان حزب العدالة والتنميع، لأنه هذه الفضيحة الكبرى المتعلقة بالفساد كانت كاشفة وأوضحت إنه نظام أردوغان نظام فاسد بالتأكيد، لأنه القضاء التركي نفسه لم يستطع الوصول إلى نتيجة نهائية في هذا الأمر، لأنه أردوغان قطع أو حاول التغطية على هذا الأمر ونجح بالفعل في أنه يقصي العديد من القضاة وكذلك العديد من رجال الشرطة اللي كانوا بيحققوا في هذا الأمر. وقائع صادمة كشفها تقرير لصحيفة أوغسبورغر الألمانية الشهر الماضي حول عائلة أردوغان، إذ أكد أنها تعيش في بذخ ورفاهية مبالغ فيهما، وتنفق الملايين بدون حساب في وقت يعاني فيه الشعب التركي من الفقر وأزمات اقتصادية حادة، وفي وقت ينتحر فيه الآباء في تركيا لأنهم لا يملكون إطعام أطفالهم. ثم يتحدث التقرير الألماني أكثر عن أمينة أردوغان، إذ أنها تميل لحقائب اليد باهظة الثمن وغيرها من الإكسسوارات الفاخرة، ولا يملك الصحفيين الأتراك حق انتقاد البذخ والفساد، وإن فعلوا سينتهي بهم الحال في السجن، حيث خضع الصحفي التركي إندري ميريك على سبيل المثال للمحاكمة في اسطنبول بسبب تحقيق نشره عن حقيبة يد زوجة أردوغان. شفنا السيدة أمينة أردوغان مؤخرا، الصحف التركية والإعلام التركي اللي موجود في الخارج بالأساس كل يوم بيكشف عن مدى فسادها ومدى عشقها للثروات والمقتنيات النادرة والغالية، وآخرها حقيبة ب2 مليون دولار اشتريتها من أحد متاجر باريس، رغم أنها تنتمي لأسرة شديدة الفقر من أصول عربية في جنوب تركيا، هي أصولها ليست تركية بالمناسبة. هذا جانب. الجانب الآخر غير اكتنازها للثروات، لكنها بتتمتع بثقل كبير في دوائر المخابرات التركية، وكلمتها مسموعة، وأردوغان أوكل إليها سرا بعض الملفات التي لها الكلمة العليا فيها على رئاسة المخابرات التركية، لتوظيفها بطبيعة الحال في ملفات خارجية ترتبط بأنشطة إرهابية وما إلى ذلك، ويتم من خلال هذه الأنشطة الحصول على ثروات شخصية مرة أخرى، وهي دائرة متكاملة دايما هتلاقي أحد أضلاعها هم أو هو أحد أعمدة هذه الأسرة الفاسدة الحاكمة في تركيا. ولم لا وهي زوجة رئيس غارق في البذخ، فقبل سنوات شيد قصره الرئاسي الفخم في أنقرة بتكلفة تخطت مئات الملايين من اليوروهات. يشكل بلال نجل أردوغان حلقة هامة في دائرة الفساد بالأسرة الحاكمة في تركيا، فقد اتهم في قضايا فساد وصلة ولقاءات سرية مشبوهة مع بعض الأشخاص المشتبه في تمويلهم لتنظيم القاعدة الإرهابية، فضلا عن المساهمة في تسويق النفط من تنظيم داعش الإرهابي والذي كان يسرق التنظيم من سوريا مقابل المال والسلاح، والأهم أن اسمه ورد في لائحة المطلوب استدعائهم للتحقيق معهم في فضيحة الفساد الكبرى بصفته مشتبه به بتهم تلاعب وتزوير وفساد في 28 مناقصة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، إضافة إلى اتهامات بشراء النفط من التنظيمات الإرهابية.
أمر جعل أردوغان يتحرك على الفور فيقيل عددا من المدعين العمومة ليحبط مسألة التحقيق مع نجلي. في عام 2018 قدم رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليشدار أغلو معلومات هامة عن فساد عائلة أردوغان، إذ كشف عن تورط أفراد العائلة في عملية تهرب ضريبي بتحويل 15 مليون دولار على الأقل إلى جزيرة مان التابعة للتاج البريطاني، وأحيلت الوثائق إلى نيابة أنقرة وحققت فيها لتؤكد صحتها، إلا أنها أصدرت قراراً بعدم ملاحقة المشتبه بهم الخمسة ومن بينهم نجل أردوغان وصهره وأحد أقاربه بحجة أن الأمر لم يتضمن غسيل أموال وكأن شيئاً لم يكن. هناك اتصال هاتفي تم تسريبه بين رجب طيب أردوغان وابنه بلال، يطالبه رجب أردوغان يطالب ابنه بضرورة التخلص من الأموال الموجودة في منزله، والغريب أنه ويقوم بتوزيعها على رجال أعمال مقربة من رجب طيب أردوغان حتى لا تحدث فضيحة أكبر من هذا الأمر. فابنه بيقول له طيب في 30 مليون يورو موجودين في المنزل أنا مش عارف أتخلص منه، وأبوه وجه له إن ضرورة إخفائها وبسرعة من المنزل. كل هذه مؤشرات تؤكد إنه بلال ابن رجب طيب أردوغان متورط في قضايا فساد عديدة. وبينما يبقى دوما بلال أردوغان في الصورة، فإن هناك شخص آخر في العائلة لا يظهر كثيرا لكنه لا يقل فسادا وإفسادا عن باقي أفرادها، فقد واجه تهمة قتل الفنانة التركية سافيم تانيوراك دهسا تحت عجلات سيارته التي كان يقودها مخمورا ولا يحمل رخصة، وللأسف كان حكم قضائي بالبراءة وتحميل الضحية المسؤولية. يتم تعيين القاضي لاحقا في شركة يملكها أحمد بوراك أردوغان، وهي الشركة التي يجني منها أموالا طائلة، أمر يضع علامة استفهام كثيرة حول القضاء. دور القضاء التركي في هذا الأمر إيه؟ القضاء التركي للأسف الشديد أصبح في عهد أردوغان خاصة في السنوات الأربعة الأخيرة قضاء مسيس بشكل كبير جدا، يمتثل لأوامر السلطة التنفيذية بقيادة رجب طيب أردوغان. هذا القضاء للأسف الشديد لا يتمتع بأي استقلالية، وبات ترتيبه على المستوى العالمي ترتيب متدني إلى أقصى درجة. يعني القضاء باختصار شديد لا يستطيع أن يفعل أي شيء في مواجهة فساد نظام رجب طيب أردوغان وكذلك فساد عائلته، لأنه عائلته الحقيقة يعني لديها ملف كبير جدا في الفساد. في بيت أردوغان نجلتيه سمية وإسراء كاتمتي أسراره وشريكتيه في الفساد، فقد كانت تسريبات الفساد في فضيحة 2013 كفيلة لتفضح دورهن، وقد شاركنا في خطة تهريب الأموال المشبوهة. لكن سمية تبقى الأخطر بين بنات الرئيس التركي والعائلة بأكملها، فقد أسست عددا من الجمعيات السياسية كانت مهمتها تشويه خصوم والدها، كما عملت مستشارة له وباتت نافذة في دوائر صنع القرار التركي، حتى ذهب البعض إلى أنها الأقرب لخلافة والدها في جميع المناصب السياسية، فضلا عن تقارير غربية عدة أكدت أن سمية أشرفت على علاج العناصر الإرهابية التي أصيبت في سوريا عبر إحدى المستشفيات العسكرية السرية، إلى جانب تقارير معارضة تركية تؤكد أنها جمعت ثروة طائلة. أتصور أن مستقبل الأسرة الحاكمة في تركيا بيرتبط بالأساس بمستقبل أردوغان، مستقبل أردوغان يرتبط به بالتالي أيضا مستقبل حزب العدالة والتنمية الفاسد في تركيا. يعني سقوط الرأس يعني سقوط كل هذه المنظومة. ليه؟ لأن أردوغان هو الذي يوفر لهم الغطاء السياسي للفساد المالي والإداري في تركيا. وقائع عدة تؤكد يوما بعد يوم أن أردوغان الذي يتحدث كذبا عن المساواة بين شعبه نجح في تحقيقها، لكنها في نطاق ضيق،
حيث ساوى بين جميع أبنائه في الفساد وتقاسم عوائده. حقا إننا أمام عائلة فاسدة، ربما سيأتي يوم ما ويخضع جميع أفرادها للمحاكمة، فهذا مسارهم الطبيعي وإن طال الأمد.